يعني المشهد الآن متناقض، لأنه على الجهة جهة اليمين مني هم السيارات التي تتضمن يعني عائلات سورية ولبنانية تعمل على الدخول إلى الجانب السوري، بينما إلى يساري فهناك سوريون وأيضا عائلات لبنانية تخرج من سوريا باتجاه لبنان. هناك رغبة لدى من يوجد في لبنان بالدخول إلى سوريا بعد غياب لأعوام، وأيضا مع من تحدثنا منهم من الخارجين من سوريا خاصة السوريين منهم تحدثوا عن بعض الخوف والقلق، ما دفعهم إلى الخروج. هم قالوا بأنهم ربما سيبقون لأسبوع أو لأيام في لبنان قبل أن يقرروا ما إذا كانوا أيضا سيعودوا إلى سوريا، إضافة إلى أن هناك بعض العائلات التي تحدثنا معها هي قالت بأنها تتجه إلى لبنان من أجل المغادرة إلى بلد ثالث. أكثرية المغادرين هنا ذكروا تركيا، يعني التوجه نحو تركيا. الازدحام صباحا، لم يكن هناك ازدحام على في جهة المغادرين منذ قبل الوقت، قبل ساعتين تقريبا بدأنا نرصد بأن هناك ازدياد في عدد الراغبين بالدخول إلى سوريا. أما بالنسبة للداخلين من سوريا إلى لبنان فالأعداد كبيرة جدا منذ الصباح. هذا الأمر أدى إلى تدافع في جزء يعني إلى تدافع في فترة من الفترات، الأمر الذي أدى إلى طلب تعزيزات أمنية إلى هذه الحدود الرسمية. وصل بالفعل تعزيزات من الجيش اللبناني ومن المخابرات، إضافة إلى الأمن العام المتواجد من أجل إعادة الهدوء وإعادة التنظيم إلى هذه النقطة. الأمن العام منذ يوم أمس يتحدث عن إجراءات تسهيل الإجراءات بالنسبة للداخلين إلى سوريا، بينما الإجراءات مشددة بالنسبة للخارجين منها. بطبيعة الحال العائلات اللبنانية تدخل إلى لبنان، من العائلات السورية التي لديها مثلا أم سورية أو شخص مقرب جدا من يحمل الجنسية اللبنانية يمكنه أيضا الدخول إلى لبنان، إضافة إلى من يملك إقامة دائمة، إلى من لديه تذكرة سفر أو فيزا إلى بلد آخر. تلك الشروط التي تتوفر يسمح لها للداخلين. ولكن أيضا كنا قد رأينا يعني بعض العائلات التي قالت لنا بأنها تدخل إلى لبنان دون معرفة يعني الجهة التي ستتوجه إليها بسبب الأوضاع التي يعني ربما أخفتهم بعض الشيء، حال الفراغ، الخوف من أي ردات فعل. هذا الأمر أيضا جعلهم أو يعني أجبرهم على مغادرة سوريا. نعم، يعني غنوة، أيضا توصيفا لهذه الحال، يعني كانت هناك ربما تصريحات على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي تحدث فيها عن أنه حل أزمة النزوح أو اللجوء السوري وتبعات ذلك على لبنان يبدأ باعتراف دولي بمناطق آمنة لهم في سوريا. كيف هو التعاطي اللبناني الرسمي مع ما يحدث اليوم في سوريا؟ يعني حتى الآن طبعا مفوضية اللاجئين هي المعنية بتنظيم حركة عودة اللاجئين. لبنان دائما كان ينظم رحلات طوعية للراغبين بالعودة دون تدخل فعلي من مفوضية اللاجئين. اليوم حتى اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان الذين تحدثنا معهم ويعني قرروا بأن يكون هناك تريث بموضوع العودة، هم قالوا بأنه هذا الموضوع يجب أيضا أن تتدخل به مفوضية اللاجئين أولا لتسهيل العودة. البعض تحدث حتى عن صعوبة في إيجاد بدل النقل من أجل العودة، والبعض الآخر تحدث عن أمور حياتية مثل فقدان المنازل، مثل التربية، يعني الموضوع التربوي، المدارس في لبنان. لذلك هم يعني يفضلون أن يكون هناك جهة تنظم موضوع العودة. بعض اللاجئين في وادي خالد مثلا يوم أمس كانوا قد دخلوا إلى سوريا وعادوا وخرجوا منها بعد أن اكتشفوا أن المنازل غير صالحة للسكن. يعني هناك بعض الوقت الذي يحتاجه السوريون لتنظيم أمورهم داخل سوريا من أجل الدخول. ومع ذلك هناك يعني عدد من السوريين الذين دخلوا يوم أمس، كان قد وصل عدد السوريين بحسب المصادر إلى 3500 سوري دخلوا إلى سوريا. وكما قلت قبل الآن صباحا لم يكن هناك ازدحام في عدد الداخلين إلى سوريا، ولكن منذ بعض الوقت عدنا ورأينا بأن هناك بعض السيارات التي تتجه إلى الداخل السوري.
نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا. إذن من حدود المصنع مراسلة الحدث غنوة يتيم، يعطيك العافية غنوة وشكرا جزيلا.